السمان المشوي. المقادير كالتالي: جوزين سمان، ربع معلقة ورق لورا مطحونة، عصير ثمرة بصل، يعني هنجيب بصلاية هنبشرها ونعصرها، هكلمكم أكتر عن الموضوع ده، معلقتين زيت، ربع معلقة معجون صلصة طماطم، وملح وفلفل أسود. في مقادير تانية ممكن تلاحظوا إن هي موجودة، لا دي للتزيين للجارنش كده بعد ما نخلص تسوية، مش للتقديم، دي نقطة مهمة جدا، مش للتتبيل. بس دي المقادير البسيطة اللي أنا كنت بتكلم عنها من شوية. طب هنعمل إيه بقى؟ تعالوا نشوف هعمل إيه بقى. في ظهر السمانة كده هاجي هنا أروح فاتحة كده في ظهر السمانة، حلو، وبعدين هروح جاي عامل إيه؟ دي بقى مهمة برضو دي جدا، هروح ضاغط الأول بس كده مفتح، وروح ضاغط كده بفرد لحم السمانة. طيب بعد ما عملت كده اروح جايبها هنا كده قدامي واروح عامل كده اهو، فاصبحت السمانه مفروده بالكامل. ده الشكل النهائي اللي انا عايز احصل عليه، وده كمان الشكل بعد التسويه اللي انا عايز السمانه تفضل عليه. حلو، ممكن بس الحته دي حاسس ان هي عاليه شويه، ممكن ناخد هنا ضغطه بسيطه كده بس كده تمام وزي الفل. اروح واخد كده السمانيه دي حاططها هنا، وهكذا بقى هعمل نفس الطريقه دي في كل وحدات السمانه اللي عندي، على السمان وفلفل اسود. ليه بنعمل كده؟ علشان هتقعد في الفرن فتره طويله، فانا مش من مصلحتي ابدا ان انا اجيب الخضار واقطعه مكعبات صغيره، او اقطعه برونواز مثلا، او اقطعه دايس صغيره، مش مصلحتي. انا محتاج اقطعه قطع كبيره علشان يفضل في الفرن ويستوي في النهايه من غير ما يتحرق ولا من غير ما يفقد الميه اللي فيه. حطيت الملح والفلفل هنا، هحط دلوقتي ورق اللورا. طب وبعدين؟ بعد ما حطيت الملح وورق اللورا هروح جاي هنا حاطط ميه البصل. بتقول يا احمد؟ يلا بينا. حطيت ملح وفلفل وميه بصل، واتفقنا ان احنا مش هنحط حاجه تاني غير ربع معلقه من معجون صلصه الطماطم. يلا بينا. حطيت ربع معلقه من معجون صلصه الطماطم، تعالوا نقلب بس نروق الدنيا وبعدين هقول لكم هنعمل ايه. انا حطيت السمان على النار يتشوي على الجريل. لو تلاحظوا كل ما بنيجي نشوي مكون، لو المكون ده ليه جزئين، جزء فيه جلد وجزء فيه لحم، زي مثلا السمك مثلا، زي السمان، زي الدواجن، زي السمان مثلا، او زي الفراخ والدواجن، الحاجات دي كلها في جزء فيه جلد وفي جزء فيه لحم. بنبتدي دايما بالجزء اللي فيه الجلد، خلي الجزء ده الاول يشد. ليه؟ علشان ده اللي بيشكل الطائر اللي احنا بنشويه، او الفرخه اللي احنا بنشويها على سبيل المثال، او حتى السمكه اللي احنا بنشويها. احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ احنا دلوقتي هنشوف ايه اللي هنقدمه مع السمان ده. يلا هنعمل ايه دلوقتي؟ هاخد رشه من الملح على بصل احمر. ليه هستخدم بصل احمر وما استخدمتش بصل ابيض؟ البصل الاحمر بيبقى افضل في الاكل المباشر الني، زي مثلا سلطه، زي مثلا نوع من انواع المقبلات، بيبقى حلو جدا فيها البصل الاحمر. البصل الابيض بيستخدم في الطبخ بقى نفسه. ونلاحظ انه لو احنا البصل الاحمر شوحناه او شويناه بيبقى مرر سن، بس مش كل انواع البصل الاحمر. في بصل كده اسمه تشالوتس اللي هو البصل الاحمر المطول ده، ده ينفع يتحمر عادي جدا، بس البصل الاحمر المدور يعني يستحسن، مفيش حاجة ممنوعة طبعا، لكن يستحسن انه ما يتحمرش. انا حطيت ملح وفلفل واديت رشة خل بسيطة، هدي كده ايه معلقتين من السماق واروح جاي افرك فركة كده. انا بستخدم باستمرار او بقالي فترة بستخدم السماق مع البصل الاحمر وورق الكزبرة،
ليه بقى؟ لانه انا كل فتره كده بتبقى مسيطره عليا بعد ده سر، ما انا اقول لكم على سر دلوقتي. كل فتره في اطعمه ونكهات معينه بتسيطر عليا وتفضل كده ايه، وافضل منجذب للطعم ده وللنكهه دي فتره كده، وبعدين بعد مرور وقت كده معين تلاقوا انه بقى فيه أطعمة أخرى ونكهات أخرى بدأت تسيطر عليا، فأروح رايح معاها شوية وهكذا. خلاص اديت كده تقليبة محترمة وأنا بقلب في الحقيقة كنت سنة كده إيه بفرك، مش عايز إنه البصل يبقى ناشف ولا في نفس الوقت برضو يبقى طري زيادة عن اللزوم بس. وبعد ما عملت كده هروح واخد ورق الكزبرة وأروح نازل هنا بورق الكزبرة كده، وبعد ما أحط ورق الكزبرة ما بقعدش افرك زي ما كنت بعمل، لا يا دوبك بس كده ايه بقلب كده باطراف الصوابع بس. وبيبقى عندي بقى ده عباره عن فرشه حلوه يتحط عليها المكونات المشويه المختلفه، بدل بقى ما احط رشه البقدونس المعتاده دي، لا ده مش بس بيدي لون وشكل حلو، لا كمان بيدي طعم حلو، يعني النكهات اللي بتطلع من البصل المخلل ده لو هنسميه بصل مخلل لان هو مضاف اليه خل وملح وفلفل وسماء، فان الطعم بتاعه والنكهه اللي بتطلع منه مع ريحه ورق الكزبره لما بيتحط عليها المكونات او الاشياء المشويه بيكسبها طعم حلو جدا، عشان كده بنختار ان احنا نستخدمه. بقى هل الوجه ده استوى بشكل تام؟ استوى بنسبه 80%، 80% تقريبا. طيب انا قلبت ليه؟ خلاص عشان عايز بقى الوجه التاني ده يستوي وبعد كده ارجع على الوش ده لفتره بسيطه جدا او لمده بسيطه جدا، وخلاص نشيل بقى السمانه من التسويه. يلا ندي كمان دي كده قلبه او لو خلاص بصوا وصلت لمرحله معقوله جدا. يلا شايفين السمانه محافظه على نفس الشكل اللي احنا قطعناها بيه وحطيناها بيه على الجريل، يعني اوشك على ان هو يستوي محتاج مثلا 5 دقائق كمان او 6 7 دقائق كمان بالكتير جدا. تعالوا دلوقتي انا هقلب هنا السمان التقليبه الاخيره لانه خلاص السمان قرب يبقى جاهز ان احنا نطلعه، وهرجع هنا انه انا خلاص اطلع السمان من الشوايه. السمان خلاص استوى، ممكن حتى نحطه في طبق خارجي وبعدين نبقى نقدمه براحتنا. ريحته خطير. يلا هحط السمان ده هنا كده، ممكن تبقى تجيبه لنا احنا برضه نبص عليه بس. يلا